قضاء على الشيء اللي كيزعج. سلام صحابتي العزاز، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا كلكم على خير وبخير. الفيديو ديال اليوم غيكون واحد الفيديو خارج على العاده، ما نهضر لكم اليوم لا على موضه لا على حوايج لا على شي حاجه، ولكن سي جبت لكم واحد المنتج طبيعي من عند وصفات وصفات البنات اللي هما كيديروا منتجات طبيعيه 100% خاليه من اي ماده كيميائيه. وهاد الماركه ولا هاد المنتجات ديال وصفات من عند بلادنا المغرب، وكيصيفطوا لجميع الدول في العالم كامل. ما عليكم غير تواصلوا معاهم ويعطوكم جميع المعلومات اللي نتوما محتاجينهم. كيفاش انا تعرفت على وصفات؟ صراحه كان صدفه، كنت معايا مبيا حتى صيفطت لي واحد السيده من العائله قالت لي عواطف بغيت هاد المنتج ديال الشيب، راني محتاجه ليه، شوفي كيفاش ديري توصلي ليا معاهم. قلت لها واخا ما عارفه، انا عندي مع التخربيق ديال كنقايل في الانستغرام في الانترنيت وفي اليوتيوب وداكشي. قالت لي شوفي كيفاش ديري توصلي معاهم، بغيت هاد المنتج. كيف ما كتعرفوا حنا كنعيشوا في اسبانيا ووصفات كاينين في المغرب. قلت لها ما نعرف، يقدروا يكونوا ما كيصيفطوش ولا شي حاجه. قلت لها ولكن انا غادي اللي عليا. هضرت معاهم وقال لي سي كنصيفطوا لاسبانيا وكيصيفطوا لجميع الدول كما قلت لكم في العالم كامل. الا كنتو مهتمين وكتكونوا فين ما كنتو هضروا معاهم وغيعطيوكم المعلومات اللي نتوما محتاجينها، كيفاش غادي يوصلوا يصيفطوا لكم المنتج وداكشي كاع اللي بغيتو. وصافي البنات، كما قلت لكم المنتج والتريتمون اللي كانت بغات السيده بالعائله هو ديال الشيب، يعني كيساعد على علاج الشيب في الشعر وكيرجع، يعني كيبدا كيرجع شويه بشويه اللون الطبيعي للشعر ديالنا. هاد التريتمون البنات كيتكون من جوج حاجات، من الزيت ومن الغبره. نهضر لكم اول حاجه على الزيت. الزيت البنات كتساعد كيما قلت لكم على علاج الشيب، كترجع شويه بشويه الزغبه اللون ديال الشعر، يعني اللون الطبيعي اللي كان قبل. غير هي كيف ما قلت لكم كمنتج طبيعي 100% خصنا الصبر ودائما تبعوا مثلا وصفات في الصوب. وهذا المنتج اللي قال لكم الطريقه ديال الاستعمال خصكم تتبعوا الطريقه ديال الاستعمال كيف هما قالوا، لانهم هما اللي صوبوها وهما عارفين كيفاش، يعني جربوها على الناس وشافوا يعني كيفاش خص الطريقه ديال الاستعمال تكون باش تحصلوا على النتيجه اللي نتوما باغينها. الاستعمال ديال هاد الزيت البنات هو انكم كتشققوا بها الشعر ديالكم وكديروها ساعتين في راسكم، كتخليوها في ساعتين وتغطوا راسكم بالسلوفان. يعني السلوفان البنات باش دير هادي، يعني باش الزيت دير الخدمه ديالها او الزغبه كتشربوا اكثر. كنخليوها البنات ساعتين في شعرنا وكنديروه من 3 حتى 4 مرات في السيمانه. هذا من الاحسن تبعوا هذه القضيه وديروا كيف ما قلت لكم 3 حتى 4 مرات في السيمانه، ما تقولوش لي مره ولا جوج، يعني ديروا 3 ولا 4 كيف ما المنتج كيقول لكم باش تحصلوا على النتيجه. ملي كنخليو صافي كتغسلوا شعركم بحال ديما كديروا، كتغسلوا شعركم من الاحسن تشوفوا شي شامبو اللي يكون طبيعي. الا ما عندكمش شامبو طبيعي ولا ما قدرتوش تحصلوا على شامبو طبيعي، غسلوا بشامبو ديال الوليدات الصغار، لان كما كتعرفوا الشامبو ديال الوليدات الصغار ما كيكونوش فيه مواد كيميائيه بزاف، واخا كيكونوا فيه بالحق ما كيكونوش فيه بزاف بحال ديالنا حنا الكبار. بالحق الا كان شامبو طبيعي غادي يكون حسن بزاف، الا رافقنا منتجه طبيعيه مع بعضياتهم غادي يكون احسن. وصافي البنات، هذا هو المنتج كما قلت لكم، هو منتج طبيعي 100%، المكونات ديالو كلها طبيعيه، ما تخافوا من حتى شي حاجه. وصراحه الحاجه اللي عجبتني في هذه المنتجات ملي وصلني الباك حليتو، صراحه كتشمو ريح داك العشوب اللي كنا كنشمو، اللي كانوا جداتنا كيبغيو يديروا الحنة ولا كيبغيو يديروا، المهم كتحسوا داكشي طبيعي 100%، ما كاين والو ديال، ما كتحسوش انه كاين الاثر ديال شي حاجه كيميائيه. هادشي صراحه اللي فرحني وعجبني في وصفات، وقلت علاش لا غنشارك معكم. عندهم منتجات بزاف لترطيب الشعر، بزاف الحاجات ان شاء الله انا اكيد غنجرب ديال ترطيب الشعر وغنجرب بزاف ديال الحاجات باش نشاركها معكم ونقول لكم تجربتي الخاصه. وهذا غادي نعطي السيده حتى هي، هذه السيده يعني بغاتو، كانت هي شافتو بغاتو، ماشي قالت لي زعما شي حد من صحابي ولا شي حاجه، سينو هي اللي شافتو، هي اللي اصلا هضرات معايا باش انا نتواصل مع وصفات باش يصيفطوا ليها هذا المنتج. هذا كما قلت لكم عليكم غير المنتج تخلطوه مزيان 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 قبل ما تشققوا به شعركم وصافي، وتبعوا هذا الشيء. ومن الاحسن تحتفظوا على هاد المنتجات شي بلاصه اللي يكون فيها الظل، بحال اي منتج يكون كيميائي وطبيعي دائما احتفظوا به شي بلاصه اللي يكون فيها الظل، ما تضربش فيه الشمس باش كيبقى ما كتمشيش يعني منه الفايده ديالو. واخا كما كتلاحظوا وصفات اصلا داروا هاد القضيه، داروا القرعه باللون داكن باش ما تدوز ليهاش اشعه الشمس، يعني هما اصلا عارفين هاد القضيه لهذا داروها بهذا اللون. ولكن من الاحسن حتى حنا نزيدو نحطو فشي بلاصه اللي كما قلت لكم ما كتخسهاش الضو ديال الشمس. وصافي البنات، كما قلت لكم هذا هو المنتج رقم واحد. بالنسبه للثمن ديال هذا المنتج ديال 350 درهم، وتواصلوا معاهم باش هما كما قلت لكم يقول لكم كيفاش يصيفطوه لكم، راه كيصيفطوا لجميع الدول. وصافي، وديك الساعه اي معلومه بغيتوها غير تواصلوا معاهم، راه هما غادي يعطوكم جميع المعلومات. وانا غنخلي لكم جميع المواقع ديال التواصل ديالهم والنوامر اللي عندهم تقدروا تواصلوا معاهم باي سهوله، لهذا بكل سهوله ماشي باي سهوله، بكل سهوله غنخليهم لكم بلا بغضان فوق، غنخليكم في اول تعليق. والمنتج كما قلت لكم هو الثاني اللي كيرافقوا هذا المنتج، كيساعد كيف ما قلت لكم كيسرع العمليه باش ترجع الزغبه اللون ديالها الطبيعي. هذا المنتج هو مكوناته هو كلهم طبيعيه، عشوب كما كنقولوا حنا بالعربي باللغه الدارجه عشوب البنات. هاد العشوب البنات فيهم واحد الماده اللي سميتها ماده الميلانين، اللي هي كتساعد على
انه الشعر ديالنا يبقى باللون ديالو الطبيعي ولا يسترجع اللون ديالو الطبيعي اللي ضاع. كي طريقه الاستعمال ديال هذا المنتج، كتاخذوا ملعقه صغيره، انا غنخلي لكم الفيديو، غتاخذوا ملعقه صغيره غادي تضيفوها في ماء بكاس ديال الماء يكون سخون، سخنوا الماء من الاحسن يكون الماء ديال الشريب، الا ما عندكمش ماشي مشكل غليوه مزيان وكبوه في الكاس وزيدوا عليه ملعقه صغيره وخليوه نص ساعه من الاحسن نغطيوه. واخا المنتج ما كيقولش نغطيوه بالحق، انا كنقولها لكم باش داك ما يخرجش، داك الدخان اللي كيمشي راه كتمشي حتى هي فيه شويه الفايده، هذيك الفايده حنا ما بغيناش تمشي، نغطيوه بالسلوفان ولا طبيسيل صغير ديال الزاج ونخليوه حتى دوز نصف ساعه ونصفيوه ونديروه في بخاخ كما كتشوفوا ونبقاو نرشوه على شعرنا كل صباح. لهذا تبعوا الطريطمو مزيان البنات باش ديك الساعه تلاحظوا النتيجه، ماشي ما تبعوهش وما طلعتوش النتيجه وتقولوا لا راه ما كدا ولا، نتبعوا المنتج ديك الساعه علامك نتبعوا دقه دقه داكشي اللي كيقول لينا، الا ما عطاش نتيجه ديك الساعه نهضروا، ولكن خصنا نتبعوا هادشي. الزيت من 3 حتى 4 سيمانه والغبره يوميا، يعني الليكيد اللي غنصاوبو في المساء نعاودو نجددو وغادي هكاك وصافي البنات. هادو هما جوج منتجات اللي توصلت بهم من عند وصفات، اللي دابا غادي نعطيهم للسيده اللي طلباتني باش نهضر معاهم وباش توصلوا بهم، وهي غادي تبدا تستخدمهم ان شاء الله من هنا 3 شهور ولهذا منين تساليهم هي غادي نقول لكم كيفاش جاوها هاد المنتجات. وصافي صحباتي العزاز، كنتمنى نكون عطيتكم جميع المعلومات اللي تقدروا تكونوا تحتاجوهم على هاد المنتجات. كيف ما قلت لكم اي منتج طاح على بالكم بغيتوه يقدر ينفعكم للشعر ولا اي حاجه هضروا مع وصفات، راه عندهم كيف ما قلت لكم بزاف ديال المنتجات، وان شاء الله منين نجرب انا اول منتج من عندهم ان شاء الله اكيد غنشارك معكم كيف ما شاركت معكم هاد جوج منتجات. وصافي صحباتي العزاز، كنتمنى لكم نهار زوين ولا ليله زوينه وقتاش ما كتشوفوا هاد لا فيديو، وبوسة كبيرة، وكنتمنى هذا المنتج هذا يساعدكم على قضاء على الشيب اللي كيزعج كل سيدة فينا ولا سيد. بوسة كبيرة، باي باي عليكم.